السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحه جيده يا ربي. نرحبوا توجور بالمشتركات اللي دخلوا معنا جدد ولي اول مره تزوروا قناتي، قولها ما تنسيش الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. جبت لكم اليوم البنات لاباد فيتيب، اسهل طريقه تتوقعوها على الاطلاق، يعني في 4 ساعة توجدوها وتخدموا بها وتطيبوها. نخليكم مع الفيديو تشوفوا المراحل والتفاصيل ونلتقي بعد حين. بسم الله على بركة الله، نبدأ في المقادير تاع لاباط فيتي ديالنا. اول حاجة نسحقوها البنات، انا لهنا عندي 500 غرام تاع فارينة. ال 500 غرام فارينة نستحقو 250 غرام تاع مارغارين، انا لهنا استعملت صالحة. عندي لهنا نص مغرفة ملح، عندي 2 مغارف خل، عندي 4 مغارف زيت، وعندي مغرفة كبيرة تاع سكر. وعندي لهنا البنات الماء يكون بارد باش نلايم لاباط ديالي. والمارغارين البنات انا لهنا راني صورتها معاكم وراح نرجعها للفريجيدار، يعني لازم تجبدوها من الفريجيدار باش تخدموا بها باش ما تعذبكمش في الخدمة. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. نبداو لهنا في طريقة التحضير. في ريسيبيون نحط الفارينة ديالي، نحط عليهم الملح والسكر، ونزيد نحط عليهم المغرفات تاع الزيت، قلنا 4 مغارف تاع الزيت، ونبدا نبسس فيها وندخل كامل هاد المكونات مع بعضها. فوالا البنات، تشوفوا بعد ما دخلت كامل هذيك المكونات في بعضها وبسست العجين ديالي، نجي نحط 2 مغارف تاع الخل، ونزيد نحط معاهم الماء. الماء ندير غير بشويه البنات ونلايم، ونشوف يعني القوام اللي لازم نتحصل عليه. القوام اللي لازم نتحصلوا عليه يكون تكون عجينه متماسكه، يعني ماشي طريه تتلاصق في اليدين وماشي يابسه يابسه حجره. دوك تشوفوا نوريلكم القوام، هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه البنات. قلت لكم ماشي طريه تلاصق وماشي يابسه. هكذا البنات انا لهنا راح نحطها في لو بلون دو طرافاي ونخدمها شويه، ولا ندلكها شويه جوست واحد 2 دقائق ولا باش نملسوا لها السطح ديالها هكذا كيما راكم تشوفوا. بعد ما دلقتها شويه نجيب لهنا ساشي ولا بابي فيلم ونغلفها هكذا مليح البنات، ونحطها بجيح تريح واحد 10 دقائق، ومن بعد نتلاقى. فوالا البنات، شوفوا بعد ما ارتاحت العجينه ديالي مليح وعطات الطوع، دوك تساعدني مليح في الخدمه. اللي هنا نجيب نحطها في لو بلون دو طرافاي ونرش شويه فارينه هكذا كيما راكم تشوفوا باش تساعدني ما تلصقش العجينه ديالي. نزيد نحط لها شويه من الفوق. فوالا البنات، ونجيب الحلال ديالي ونبدا نحل فيها. قبل ما نحلها بالحلال البنات نسيي نشكلها هكذا على شكل مستطيل ولا مربع باش نبدا نحل فيها. هكذا البنات نحلها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، نحلها كامل على شكل مستطيل ولا شكل مربع. فوالا البنات، هاني حليتها لهنا على شكل مربع. نجيب هاد لاغاب هذه ولا سكرفج يكون عويناتو صغار ماشي كبار، ونجيب المارغرين ديالي اللي خرجتها من الفريجيدار. انا لهنا خرجت هذا النص راني نخدم به، والنص الثاني البنات راني خبيته وعاود رجعته للفريجيدار. راني نوصي ونعاود، لازم تكون بارده مليح باش تعاونكم في الخدمه. نوزع هذيك المارغرين، شوفوا كامل نيفو واحد، ونجيب اللويها لهنا. شوفوا البنات راني اللوي او ميم طون راني ننفض في هذيك الفارينه الزبده باش ما تعرق لناش الفيتاج ديالنا. المهم البنات هكذا، شوفوا بعد ما روليتها كامل نجيب نغلقها مليح مليح هكذا، ومن بعد نقلبها على الجهه اللي غلقتها عليها، ونبدا ندير في هذه العمليه بالحلال باش نساعدو يعني ونعاونو هذيك المارغرين باش تمشي معانا. شوفوا البنات كيفاش راني نحل فيها. انا الحلال ديالي نحطه في الوسط، نطلع ونزيد نحطه في الوسط ونحبط، يعني ما نحلش حل عشوائي باش المارغرين ديالنا تتوزع بشكل منتظم. هكذا انا راح نحلها كامل خياتي ومن بعد نولي ليكم. فوالا البنات، شوفوا بعد ما حليتها على شكل مستطيل نجيب الجهه الاولى نوصلها للوسط، ونزيد نجيب الجهه او الطرف الثاني نوصله للوسط. شوفوا شحال خليت، واحد نص سنتيم بيناتهم، ونزيد نقلب عليهم نقلبهم على بعضهم هكذا البنات. لهنا انا عندي دوبل تور، هكذا درنا 2 ادوار هكذا البنات. نجيب نرفدها ونزيد نرش شويه فرينه على سطح العامل، ونحلها على شكل مستطيل للمره الثانيه. فوالا البنات، ندير هذه العمليه ونبدا نحل فيها.
هكذا خياتي نحلها على شكل مستطيل ونعاودو نفس العملية. توجو غاديك الفرينة الزايدة لازم ننفضوها، نجيبو الطرف الأول نوصلوه للوسط ونزيدو الطرف الثاني كيف كيف نوصلوه للوسط. يعني هكذا عندنا 4 أدوار، وهكذا نقلبوهم على بعضهم تولي عندنا 5 أطوار. يعني هكذا لاباط فيتي ديالنا راهي واجده، وهاي اللي قدامكم البنات تشوفوا الفيتاج. واش نحكي لكم يا البنات، روعه روعه ما شاء الله. انا لهنا البنات خدمت كيلو فرينه، يعني ضاعفت الكميه. شوفوا الفيتاج ما شاء الله، شوفوا كيفاش غلبتهم ان بابي فيلم. قلت لكم خدمت بكيلو فرينه مع رطل تاع مارغارين توريق، خرج لي 2 كيلو تاع لاباط فيتي. يعني كل كيلو فرينه يخرج لنا 2 كيلو تاع لاباط فيتي. طريقه التخزين ديالها البنات تشد لكم حتى 6 شهور في الكونجيلاتور، يعني غلفوها مليح بون بابي فيلم وحطوها في الكونجيلاتور وتجبدوا قسمها تخدموا برك. هذا مكان، وان شاء الله في فيديوهات قادمه وعد مني باذن الله البنات ندير لكم مملحات بها وتشوفوا النتيجه ديالها كيفاش راح تكون. هكذا البنات ان شاء الله نكون كفيت ووفيت ووصلت لكم كامل المعلومات اللي تساعدكم باش تنجحوا فيها وتجربوها وتدعوا لي دعوه خير. ما تبخلونيش البنات بجام وكومونتير وبارطاج لصحاباتكم وحباباتكم، واللي يمشي مشتركه معنا في القناه تشترك وتفعل زر الجرس ليصلها كل جديد. الى وصفه قادمه، سلام.